بزاف اللي قالوا لي يلا تفرع الفاكسون راه فيه هو نيت فيه كورونا، ومنهم اختي الصغيره قلت لهم اه كنفهم الناس بانه فيه كورونا، لانه علاش تلقيح اول مره باش خرج راه سنين وقرون هذه. طبيب انجليزي هو اللي اكتشفه، ماشي الصينيين ولا طبيب انجليزي هو اللي اكتشفه، في يعني كما قلت لكم قرون هذه منين كان الجدري او مرض الجدري. هاد الجدري هذا هو باش اكتشفه، يعني لاحظ انها البنت اللي كانت كتحل بالبقر، وهذاك البقر كان داك البقره كانت قاستها الجدري هي ديجا، وهذيك البنت اللي كتحل بالبقره ما قاسهاش الجدري، يعني كانت عندها مناعه. شنو دار هو؟ خدا واحد المواد من الجلد ديال هذيك اللي كتحل بالبقره، ودارها في واحد الشخص اخر باش يعطيلو مناعه ضد الجدري، ونجحت القضيه. وبدا كيطور من الفاكسان ديالو ولا من اللقاح ديالو. هذا هو يعني اللي بغيت نقول لكم، انه حتى هاد التلقيح هذا اللي كنديروه دابا راه فيه كورونا. علاش كيكون عندنا الاعراض بحال دوك الناس اللي كيمرضوا بكورونا؟ باش كتكون عندك مناعه، يعني منين كيجي الفيروس يدخل الجسم ديالك كيكون عارفه وكيقاوم، يعني سي نورمال انه عندنا كاين كورونا في اللقاح ولا في الفاكسان اللي كنديروه. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما نقصكم خير ان شاء الله. نحييكم جديد وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا في العنوان غادي نقول لكم الاعراض ديال الجرعه الثانيه من الفاكسان. قبل ما نبدا معكم في الاعراض ونقول لكم شنو دارت لي لالا الجرعه الثانيه، المهم دوزاتها عليا الحمد لله، دابا راني مزيانه. بالنسبه كما قلت لكم قبل ما نبدا معكم، بغيت غير نوضح واحد الحاجه، يعني هادشي اللي غادي نقولو خاص بيا انا، يعني كل وحده ولو كور ديالها وقدره التحمل ديال الفاكسين. هذه من جهه. من جهه ثانيه انا ما كان انفلونسي حتى شي وحده باش انها ديرها او لا ما ديرهاش. كل وحده حره بغات دير الفاكسين هي تحمل المسؤوليه، ما بغاتش دير الفاكسين هي تحمل المسؤوليه ديالها. انا كنشارك معكم يعني التجربه ديالي مع الجرعه الاولى والثانيه، هذا هو اللي بغيت نقول لكم وكنسطر عليه. كل واحد مسؤول على راسو، بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروها، هذاك الشيء كل واحد ولا ريسبونسابيلتي ديالو. بالنسبه لي انا شاركت معكم منين درت الجرعه الاولى. منين درت الجرعه الاولى كيف ما شفتوا كانت تقريبا واحد 12 يوم، يدي بلاصه ديال الفاكسان كانت منفوخه، كانت كضرني، كانت بحال فيا كتحك هذيك البلاصه، كتاكلني ديك البلاصه، كانت قاسحه، يعني ديك البلاصه كانت محجره بالمعقول لمده تقريبا 12 يوم. المهم مع انني قلتها للطبيب، قلتها المهم فين انا درت الفاكسان، درتها عند صاحبتي جيروم دو فارماسي. المهم قالت لي سي نورمال الا ما دازتكش ولات ما غنشوفوا شنو نديروا، ولكن الحمد لله دازت، ما كانتش شي اعراض اخرى من غير انها ضرتني هذيك البلاصه. الجرعه الثانيه شاركتها معكم نهار الاربعاء، انا درتها الاربعاء، درتها مع 11:40 دقيقه هكاك. المهم قبل ما بدات هي مع 12 قالت لي اجي ديري انت الاولى قبل ما تعمر لا فارماسي وداكشي. المهم مشيت درتها كما شفتوا، شاركت معكم حتى هي. هذاك النهار يلاه داك لانفيرمي ما قاس لي الشعر كله، سلمني الدم، دابا راه بدات كتزرق ديك البلاصه. النهار اللي درتها خرجت مره كنت كنحس براسي ما مزياناش، راسي كان كيضرني اكثريه القلقوله ديال راسي في شكل، وبحال اللي كان كيضربني الضو، حسيت براسي بانني ما مزياناش. قربات مهم ديك العشيه في لافان د لا جورني بديت نيفي ماشي كيتسد، ولكن بحال بدا كينشف، وما بديتش كنشم مزيان، ما بديتش كنشم مزيان الريحه اللي بحيث انا دابا مع المش او القط كنشم الريحه، ما بديتش كنشم ديك الريحه اللي مولفه كنشمها. انا نقدر نقول لكم يمكن ما نسمعش مزيان، ولكن شمان عندي النيف واخا صغيور كنشم به مزيان. المهم بدات الشم شويه كتقل، صافي شويه بشويه بديت كنحس براسي لو كور ديالي بديت كنسخن،
قصة الحرارة بدات كطلع 37.5، قلت بون سي نورمال. 37.9، قلت 38.2، كيقول لي راجلي حبسي بركه ما تبقاي. قلت له لا كنحس براسي ما مزيانه، يعني كنحس بالحراره. المهم بدات كطلع الحراره، انا كناخذ دولي بخان، خديت ديجا دولي بخان قبل ما نمشي ندير الفاكسون، وبديت كل 4 سوايع كناخذ دولي بخان. تقدروا تاخذوهم كل 4 سوايع بالنسبه للادولت، لي زونفون ولا الدراري 6 سوايع. هذه راه الطبيب اللي قالها لي، يعني الجينيراليست الطبيب ديالنا. وحتى صاحبتي هذيك لا جيروند فارماسي، منين قلت ليها راه يلا دابا مازال ما كملتش 6 سوايع وبدا عاوتاك الحراره كطلع، قالت لي لا طفى 4 سوايع تقدري تاخدي دوليبخان. المهم فوقاش بداتني الحراره، يعني الحراره اللي يعني 39 والفوق مورا 11. ولكن نقدر نقول لكم مع الوحده ديال الصباح شفت انه صافي، بديت يعني كنحس براسي ما مزياناش ديال المعقول، يعني عظامي كيضروني، القدم ديال رجلي كيضرني يا عباد الله، اللحم بين اللحم والضفر ديال صباعي هنايا ديال يدي كيضروني، العظام ديالي ما كان ماني مجبده على ظهري، ولكن ما قداش باغيه نتحرك، كنتحرك هاد الجهه هادي ما نقدرش لانها كضرني. هاد الجهه هادي العظام ديالي كيضروني بارتو، لو كور ديالي كله كيضرني، يعني ماشي غير ماشي ميسكولير، ولكن حتى العظام ديالي حاسه بهم كيضروني. المهم مع الوحده تقرب ال 21 طلعت لي الحراره 40.9، راجلي بدا كيبانيكا، قال لي غادي تطلع لك 41، ما تقدريش تعرفي شنو يوقع. هادي المهم راه وصلت لي تقريبا 41. عيطنا لهذيك صاحبتي لا جيرونت، حيت قلنا لها يعني راه بدات الحراره كطلع داكشي، قالت لنا الا وقعت شي حاجه ولا عيطولي. المهم عيط لها راجلي، قالت له تاخذ الدوش، ولكن ما دير الدوش الحراره ديالو على 39، يعني الماء خصو يكون على 39. قال لي راجلي تاخذ الدوش، قلت له ما قداش نوض، ما قداش، يعني شفتو كنشوف دوك لي بوين ديال الضو في عينيا، قلت له ما قداش نوض، ما قدرتش نوض ناخذ الدوش. دولي بخان كانت باقي لي واحد ساعه باش ناخذها، يعني منين بقيت كنحس باقي لي ساعه باش ناخذها. حلينا السرجم ديال البيت، جاب واحد لو غونفاز وبدا كيدور لي على جبهتي، وحسب راسي ما مزياناش، يعني صافي قلت تما بديت ما نكتبش عليكم، بديت كنسب الشناوه، سب في كورونا، سب كلشي، كنقول الله يعطيك كورونا. يعني ملي كتوصل بديك المرحله هكاك صافي ما كتقدي ديري والو، ما قدرت ندير حتى شي حاجه غير ولادي محيت معاه، حلينا السرجم وراجلي كيهضر وداكشي، دونك فاقو مساكن كنقول لهم طولي غير على رجليا، طولي على رجليا وطولي على يديا. المهم ما كنتش مزيانه نهائيا، قال لي راجلي الا بقيتي بحال هكا ساعه اخرى غادي نديك لي زورجونس. المهم بعد مدى الساعه خديت دولي بخان، هودات الحراره بدات كتهود. المهم وصلت ل 39، طمأنينا شويه قلنا الحمد لله صافي. هو نعس شويه، قلت ليه غير نعس انا صافي، يعني نقدر نجيري راسي براسي. المهم في الصباح مع جاب لي الماكله، قال لي تاكلي باش هكا دولي بخان ما تاخديهاش غير على الخوا. ولكن مع ديك العشره حسيت براسي باغيه نتقيه حاشاكم، وكلشي كضرني بحال ملي كتكون فيا لا دياري. المهم منين وصلت للطواليت حاشاكم هير بشويه مع المساعده ديال راجلي، جاتني الدوخه غادي نطيح في الطواليت. قلت ليه غادي نطيح، قال لي لا غير من يعني ديري جلسي على ركابك وحاجك تقيه. قلت له ما قادراش غادي نطيح، يعني قال لي نجيب لك شي حاجه، ولكن المشكل انا كلشي كضرني، يعني خصني ضروري التواليت، ما فهمتو. المهم قلت ليه لا غادي نطيح صافي، قلت له غادي نطيح غادي نسخف، يعني حسيت براسي غادي نغيب، شفتو ملي كتحسو براسكم غادي تغيبو هكاك. قلت ليه غادي نغيب. جاب لي الوساده في الباب ديال التواليت وتكيت في الباب ديال التواليت، شفتو. المهم علينا بقيت هكا، قلت له قال لي ما غاديش، قلت له غير جيب لي شي حاجه نتكا. لا انا درت يدي تحت راسي باش تكيت،
وقال لي واش نجيب لك شي حاجه، قلت له جيب لي غير شي حاجه باش نديرها تحت من راسي، حيت يدي هذه مع كنت في هذه الجهه هذه، قلت له يدي راه ضرني الفاكسون. جاب لي لوساده وتكيت تقريبا واحد ربع ساعه وصافي، ودازتني الدوخه، دازني هذاك الحريق، ما حاشاكم ما تقيت، ما يعني ما قاسني راضي، غير الحريق ولونفي انني باغي نتقيا، ما تقيتش. المهم هذا بالنسبه للنهار الثاني، الحراره بدات كدور بين 38 و39، 38 39 فاصله، ما هودتش على 38 النهار الثاني نهائيا، واخا بدو لي بخاف ما هودتش على 38، راسي مرمره كيضربني واحد بحال الضو الا بغينا نقول، واحد بيزا واحد الحاجه كضربني هنايا، العظام ديالي خلاص كيضروني، ما قادراش ناكل، نيفي ما كنشمش. النهار الثاني في العشيه بدات كتجيني الكحه، هذيك الكحه ماشي الكحه اللي جاتني مني كنت مريضه بالحلاق وداكشي، الكحه يعني ناشفه صافي. بدات شويه الحراره كتنزل شويه كتنزل، داك النهار بالليل تقريبا نقدر نقول لكم انني نعست، لانني في النهار كنت كنغمض ومني كيحرقني راسي كنفيق كنغمض، ولكن ديك متكية يعني في السداري متكية، ولكن كنغمض مني كيديني النعاس و فوالا، ومني كنفيق راني كنفيق. باش نقول لكم فوقاش دازني يعني فريمون فريمون. النهار الثالث، النهار الثالث نط يعني تمشيت شوية، قال لي راجلي خصك ضروري تمشي الى طفات، مشيت للكوزينة شوياش، جلست بغيت ناخذ قهوة تما ولكن ما قدرتش، رجعت لبلاصتي في الصالون، قلت له ما نمشيش للبيت، رجعت لبلاصتي في الصالون بقيت جالسه معاهم، ولكن ما كنتش ما حساش براسي مزيانه. النهار الثاني، النهار الثاني ما قلت لكمش قاسني الرجافه، قاسني السخانه البارده، بردت 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 واحد البروده ما نقول لكمش عليها، بردت. ولادي كيقولوا لها ماما راه سخانه، كنقول لهم انا بردت. لبستني لينا البيجاما بالكمام، هذا النهار النهار الثاني يعني الاربعاء انا درتها نهار الخميس، الخميس في العشيه لبستني لينا البيجاما بالكمام البينوار والتقاشر هذوك الغلاض ديال اكسيون، الكويته وجوج تاع الكوفيرتات فوق من الكويته، وكنقولهم فيا البرد، ومساكن ولادي غير كيحكوا لي في رجلي هكا باش نسخن، كنقولهم فيا البرد، كتهزني الرجافه وكتحطني. صافي هذاك النهار الليله ديال الخميس، ليله ديال الخميس الجمعه، عراقيت في الليل، عراقيت واحد العرق يعني واحد لاكوش ديال العرق في لو كور ديالي كامل، لدرجه انني منين فقت قلت لا ما غاديش نقدر نبقى بحال هكا، جاتني بحال البروده ويعني ديريكت دوشت، ابري واحد جوج سوايع عاوتاك بدا كيعرق، ما عرفتش واش المهم ما فهمت والو، بديت كنعرق عاوتاك، يعني راه فيا السخانه ولكن ماشي ديك السخانه اللي فوق من 39 ل 40، ولكن كنت كيما قلت لكم كانت 38 فاصله، ولكن المشكله انني العرق العرق مي بون. صافي يعني هادو هما اللي اعراض فريمون اللي جاوني، هو انه مشالي الشم شويه، دابا راني كنشم الحمد لله، مشالي الشم، الحراره اللي تقريبا وصلت حتى ل 41 يعني 40.9 41، الحريق ديال العظام ديالي كما قلت لكم، هادو كنقول راه سي بيساخ، اليدي بين الضفار واللحم كيحرقني، قلت ليه القدم ديال رجلي كيحرقني، هذا اللي جاني. المهم العظام ديالي مدكدكين ما نقولكمش، واحد بحال نقدر نقولوا بحال الضو كيضرب لي في راسي، واكثر راسي في القلقله كان كيضرب، ولكن هذاك بحال مره مره كيجيني لونفي انني نتقيا ولا دياغي، ولكن ما تقيتش، ما كانش فيها لا دياغي. صافي هادو هما السخانه البارده والسخانه السخونه، دونك 3 ايام ديال تمره، ولكن ديك اليومين يعني غاف، ديك اليومين سيتي ترو 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 ترو، اكثر هي الليله ديال الاربع والخميس. صافي دابا الحمد لله يعني شويه بشويه، يعني نهار البارح حسيت براسي شويش مزيانه، واخا ما كنتش يعني اون فورم بحال مولفه، محسه براسي كنقول راسي مازال عضلات فخسك شويه، كيقول لي راجلي كنقولو نقدر نقول لك باقي لي عاد واحد 30%
باش نلقى لو كور ديالي وباش نلقى لا فورس ديالي. هاد الصباح هذا الحمد لله يعني باقي شويه داك الدقديقه، باقي ديك شويه داك كتحسي براسك مازال عاد، باقي لك شويش باش فهمتوا باش ترجعي كيف ما كنتي. وبالنسبه للفاكسان ماشي بحال الاولى، يعني هذه البلاصه ماشي بحال سوا الا من بعد الله اعلم، ولكن دابا كتحرقني شويش وهذيك البلاصه زرقت لانه هو سال شويه ديال الدم، سي نورمال انها تزرق، مي ماشي بحال الاولى سوا الا من بعد تبان شي حاجه فهمتوا. يعني هادو هما الاعراض اللي جاوني انايا، ومن كور لكور راه كيتبدلوا الاعراض، يعني يقدروا هادشي يجيوني انا ما يجيوش لواحد اخرى. يقدروا واخا نفس يعني الفاكسان نفس، انا درت موديرنا يعني واخا نفسه نقدر نقول لكم تقدر ما يقيسك والو. المهم كل واحد والجسم ديالو، هذاك الشيء علاش انا بغيت نشارك معكم هادشي باش على الاقل الاخوات اللي باغيين يديروها ولا ماشي يوجدوا راسهم بسيكيكمون اي فيزيكمون، يعني تنتظري انك ما غاديش تكوني مزيانه هذوك الايام. الحمد لله انا ولادي كبارين يعني صافا، يعني كيجيروا راسهم. راجلي حتى هو الحمد لله يعني هو اللي كيجيب لي الماكله، انا كتعرفوني جو مورغانيزافون، يعني كان عندي ديك لي سالاد في لي بواط، يعني البروكولي كينوا داكشي كان عندي كلشي في الثلاجه، دونك كان يجيه الحال ساهل انه غير يحط في لي زاسيت ويعطيهم ياكلوا. وحتى بالنسبه لي انا كان كيجيه ساهل انه يجيب لي الماكله، من حيت ملي كتكوني مريضه كتبغي شي حاجه اللي خفيفه وهذا فهمت، ماشي ديك الماكله ديال الثقل. فوالا هادشي اللي كاين. المهم بغيت نشارك معكم يعني هاد الاعراض هادو وشنو دارت فيا الجرعه الثانيه. فوالا هادشي اللي كاين. شكرا بزاف لكم البنات، شكرا الاخوات اللي متبعيني في الانستغرام وكيسولوا فيا وتحيروا من جهتي، والكاين اللي بكات قالت لي ما نقدرش نبكي، كان ما نقدرش نكتب كان بكي. شكرا لكم بزاف اللي خطيكم عليا، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي يهزني من هذا الوباء وهكا باش نرتاحوا كاملين ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه، لانني فعلا مشتاقين حياتنا الطبيعيه العاديه. فوالا هادشي ما كاين الغزالات، الله يدير شي تواليد الخير. بقى لي غير نقول لكم دابا تهلاو فريوسكم وتهلاو صحتكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.